أهلا بكم من جديد. تشدد حملات التوعية لمكافحة كورونا على ضرورة غسل اليدين أو استعمال المعقم الذي يحتوي على الكحول في حال عدم توفر الماء والصابون، لكن تكرار هذه الخطوة عدة مرات في اليوم دون ترطيب اليدين بعد ذلك يؤدي إلى مشاكل جلدية عدة، لعل أبرزها الجفاف. فكيف يمكن تفادي هذه المشكلة؟ للمزيد تنضم إلينا من دبي الدكتورة منى صالح، اختصاصية أمراض جلدية. صباح الخير دكتورة منى. صباح الخير. صباح النور، ومرسي جدا على الاستضافات المستديمة دي. أهلا فيك دكتورة منى. خلينا بداية نسألك على هذه المعقمات، هل كل أنواع المعقمات تسبب جفاف اليدين؟ طبعا المعقمات بدون مرطب بتعمل جفاف، بتعمل تحسس للجلد، التهابات بتبان على صورة احمرار، تشققات، جفاف، حكة. فالمفروض نستخدم المعقمات اللي جواها مرطب، أو بعد التعقيم نرطب ايدينا كتير. وطبعا لو في إمكانية ان احنا نستخدم مية وصابون هيبقى أفضل من المعقم، لأن المعقمات فيها نسبة كحول عالية. دكتورة، هناك الكثير من أنواع المعقمات في السوق، يعني في معقمات فيها 60% من الكحول، 70% من الكحول، أي أفضل؟ على الأقل لازم يبقى فيها 60% من الكحول عشان تبقى إفكتيف وفعالة لقتل الفيروسات، وطبعا لو أعلى بيبقى فعالياتها أقوى، بس طبعا مضرها على الجلد والجفاف والالتهاب بيبقى أكتر. طب كيف نتأكد من فعاليتها أنه عن جد 60%؟ المفروض بيبقى مكتوب عليها، المفروض بيبقى مكتوب عليها. طيب المفروض أنها يعني أنها تبقى معمولة من 60% على الأقل. هل هناك دكتورة حالات لا ينصح باستخدام هذه المعقمات على اليدين؟ لو مثلا في جرح، لو حطينا عليه معقم هيزيد التهاب الجرح، فالمفروض نتفادى المكان اللي فيه جرح. أو كمان لو الإيدين متسخة فعلا، فمش المعقم مش هيبقى إفكتف، مش هيبقى فعال، فلازم نغسل ساعتها بالمية والصابون فعلا الأول، وبعد كده بقى نعمل معقمات. طب ما هي الطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون؟ لازم يبقى في رغوة للصابون ونغسلها من جميع الأجزاء، ولازم تبقى على الأقل 20 ثانية. وطبعا لازم نعلم ده لأولادنا لأن هم خلاص داخلين المدارس، فلازم نعلمهم إزاي يغسلوا صح على الأقل 60 ثانية زي ما قلنا. ولو طبعا غير متوافر المية والصابون يبقى المعقم بتاعنا اللي هو على الأقل 60%. بس مع بداية كورونا كان 20 ثانية، هلأ صارت 60 ثانية؟ 60 ولا 20؟ 20 ثانية، أنا قلت 20 ثانية. أوكي. لا، خلينا على 20. 20 ثانية. أيوه. طيب دكتورة، لو أنه إحنا مضطرين نستخدم هذه المعقمات، هل في طريقة صحيحة لاستخدامها أو عدد المرات المسموح فيها خلال اليوم؟ لا، هو المفروض ما نفرطش قوي في استخدامها يعني، بس لو لمسنا أسطح وحاجات فأون أند أوف نغسل يعني، ونعقم كل الأدوات الموجودة. وكمان يعني عشان نتفادى الجفاف اللي احنا قلنا عليه، ممكن نستخدم مية فترة بدل سخنة، لأن المية السخنة بتساعد على الجفاف أكتر، وننشف بعديها بفوط قطنية ونرطب ايدينا. وكمان بعد الترطيب لو حطينا مثلا قفازات او جلافز هيبقى امتصاص المرطب اقوى، ونعمل تقشير اون اند اوف لايدينا، لانها ساعتها بتشيل الجلد الميت، فبيبقى امتصاص الكريمات بيبقى بصوره اقوى. وكمان في حاجات تانية بتساعد مع المعقمات على ان يبقى في جفاف لازم نتفاداها، زي استخدامات صابون مش طبيعي في مواد كيماوية كتيرة فبتعمل جفاف شديد، التعرض الكتير للشمس طبعا بيعمل جفاف،
الناس اللي بتروح المسابح الكتير من غير ما تاخد شاور او تغسل بشرتها بعديها على طول، الكلور طبعا بيعمل جفاف شديد، فلازم نتفادى الحاجات دي. وفي ناس عندها امراض زي مثلا مرض السكر. مرض السكر بيعمل جفاف لان الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه ما بتوصلش دم بشكل جيد للجلد، فبيساعد على الجفاف. وكمان الجلد لمرضى السكر ما بيقدرش يحتفظ بالسوائل اللي فيه. طب ما هي كمان اللي عندها نعم، ما هي افضل انواع المرطبات وكيف نستخدمها؟ يعني في بعض الاشخاص بيحطوا المرطب على وجههم بيرجع بغسل وجههم. بالظبط. لازم نختار المرطب المناسب لكل نوع بشرة، سواء بشرة دهنية أو بشرة جافة. فمثلا ذوي البشرات الجافة لو المرطب فيه سيراميدز، بتروليوم جالي، كوكونات أويل، دي مرطبات قوية بتساعدهم. بس لو بشرة دهنية الهيالورونيك أسيد، المواد اللي فيها هيالورونيك أسيد المرطبات بيبقى أحسن ليهم. ولو استخدمنا فيتامين سي بيحتفظ بالرطوبة وبيحفز خلايا الكولاجين والإلاستين، إلى جانب أنه طبعا إن إحنا عارفين أن فيتامين سي بيقوي المناعة وبيمنع من بعض الفيروسات. في كمان دكتورة كريمات تحتوي على مادة اليوريا، هل تنصحي فيها؟ بالضبط. بترطب جامد، وكمان الناس اللي عندها جفاف شديد بتقدر تشيل الطبقة الجافة دي. طب بالعودة إلى المعقمات، يعني هناك السبراي، هناك السوائل، هناك الجل، أي أفضل؟ الجل أفضل حاجة لأنه هو بيتوزع بشكل كويس جدا لكل المكان الإيد. بس لو هنحط سبراي ناخد بالنا كويس إن احنا نرشه بطريقة سليمة، بس نخلي بالنا كمان إن احنا ما نستنشقش السبراي لأنه ممكن يبقى ضار على الجهاز التنفسي. نعم. أوكي. طيب دكتورة، لدينا بعض الأسئلة من متابعينا على مواقع التواصل. نبدأ مع أول سؤال. سؤالي، إيش سبب زيادة صبغة الميلانين في الجلد بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء وطرق علاجها؟ ذوي البشرة البيضاء بيبقى عندهم نوع ميلانين خاص، مع التعرض للشمس بيبقى فعلا بتزيد الصبغة دي، وبيبقى عندهم أكتر نمش من انه يكون ميلازما اللي هو الكلف. فالمفروض جلدهم بيبقى حساس اكتر للشمس، لازم يحطوا واقي شمس قبل التعرض للشمس بنص ساعة، وكل ساعتين لو ستيل قاعدين في الشمس متعرضين للشمس. نعم. الى السؤال التالي والمشاركات على تويتر. عمر 20 سنة واعاني من التعرق في اليدين والقدمين، ما هو الحل؟ اوكي. زيادة التعرق ده لان بيبقى عدد الغدد العرقية في الايد والقدم زيادة عند بعض الناس، بتبقى عددها زيادة. ف يعني ممكن بيحقنوا بوتيلاينم توكسين يقلل افراز التعرق ده، بس ده بيتعمل كل مثلا 9 شهور. نحاول نحط باودر، بس هو ملهاش حل دائم، لازم المحافظة على طول. نعم. نعم. لدينا سؤال. دكتورة، ظهرت لدي حبوب في الوجه بكثافة، هل هي من كثرة استخدام الكمامة؟ بشكل مختصر لو سمحتي. أكيد، لأن البشرة الدهنية مع الكمامة بتزود الدهون تحت الجلد، فبيجي عليها البكتيريا تنشط الحبوب، فطبعا الكمامة بتزود الحب الشباب. شكرا للدكتورة منى صالح، اختصاصية جلدية، وإن شاء الله ما نعوز المعقمات.